أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التكنيك أو التقنية اللي بتختار بيها كلمات بحث موقعك، وقلنا هما أربع تكنيك أو أربع تقنيات لازم تفكر بيهم وأنت بتختار كلمات بحث موقعك. وقلنا أول تقنية إنك لازم تختار كلمات من نوعية لونج تيل كيوردز عشان تتجنب المنافسة بين الكلمات الكبيرة. تاني حاجة اتكلمنا عنها انك لازم تعمل حاجة اسمها برين ستورمينج، او انك تعصر دماغك بحيث تطلع كلمات جديدة ربما مش هتقدر تلاقيها في مواقع كلمات البحث زي ما هنشوف بعد كده. تالت تقنية اتكلمنا عنها وهي انك بتحسب الفايدة او البنفيتس اللي هتعود عليك من الزوار بتوع كلمة البحث دي. حاول تجيب زوار مفيدين ليك عشان تقدر تحقق الهدف بتاع موقعك، مش اي كلمة بحث تختارها او اي حاجة او اي حاجة او اي عدد من الزوار او اي نوعية من الزوار تجيبه لموقعك. لازم تفكر ازاي في نوعية الزوار اللي هيجولك وايه الفايدة اللي هتعود عليك منهم. رابع تقنية اتكلمنا عنها وهي انك بتتجنب السيزونال كيوردز او الكلمات الموسمية، ولما تشتغل في الكلمات ديت يبقى لازم تكون عارف ان الزوار اللي هيدخلوا لك من الكلمات ديت هيبقوا مرتبطين بفترات او باحداث معينة. النهاردة هنتكلم عن تقنية مهمة جدا جدا في جوجل وفي محركات البحث، بدأت تتطبق من حوالي 3 سنين، هنتكلم عنها ان شاء الله النهاردة. خلينا الاول قبل ما نتكلم عن التقنية ديت نحكي حكاية بسيطة. من حوالي سنتين كنت ممكن تلاقي اول ما اشتهرت مدونات الووردبريس وبلوجر كنت ممكن تلاقي واحد فاتح مدونة باسمه احمد مثلا دوت كوم ابراهيم دوت نت اي اسم، وفاتح مدونة دي بيتكلم فيها عن كل حاجة، شوية عن تجاربه الشخصية، شوية عن البيزنس، شوية عن كرة القدم، شوية عن الويت لوس، شوية عن مش عارف مجالات الالعاب. فتلاقي مدونة او موقع منوعات بيتكلم فيها عن كل حاجة وعن اي حاجة. وفعلا المدونات دي كانت ناجحة في الفترة اللي فاتت من حوالي سنتين او 3 سنين. ليه؟ لو ما جابتش زوار من كرة القدم هتجيب من البيزنس، ولو ما جابتش من البيزنس هتجيب من الويت لوس، ولو ما جابتش من المجال ده هتجيب من التاني. وده كان فكر صاحب موقع ساعتها، وفعلا كانت فكرة ناجح وكانت بتجيب زوار، وكانت من المدونات اللي من النوعية دي كانت بتنجح في الوقت ده. النهاردة عشان تعمل موقع منوعات او مدونات منوعات عشان المدونة دي تنجح النهاردة بقت مسألة مستحيلة جدا في اللغة الانجليزية. ليه مستحيلة؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله الفيديو دوت. النهاردة هنتكلم عن موضوع اسمه Latent Semantic Indexing. ايه موضوع Latent Semantic Indexing دوت؟ دي تقنية موجودة في اللغة الانجليزية في السبعينيات من القرن الماضي. اصحاب اللغة الانجليزية اخترعوا التقنية ديت بهدف القضاء على مشكلتين موجودين في اللغة الانجليزية، ويمكن المشكلتين دول موجودين في كل اللغات، بس بتوع اللغة الانجليزية حبوا يقننوها او يعملوا لها معادلات رياضية مخصصة بيها. ايه المشكلتين دول؟ اول مشكلة حاجة اسمها السينونومي، تاني مشكلة حاجة اسمها البولي سيمي. ايه موضوع السينونومي والبولي سيمي ديت؟ يعني ايه سينونومي؟ السينونومي هي الكلمات مجموعة كلمات لها نفس المعنى، مجموعة كلمات لها نفس المعنى. امال ايه موضوع البوليسيمي دوت؟ هي كلمة واحدة لها اكثر من معنى مختلف. اذا السينونومي هي كلمات لها نفس المعنى، البوليسيمي هي كلمات او كلمة ليها مع عدة معاني مختلفة او موجودة في مجالات مختلفة. اصحاب اللغة الانجليزية ربطوا النوعيتين دول في معادلات رياضية، ممكن حضرتك تدخل على ويكيبيديا وتطلع على المعادلات بنفسك لو حبيت تعرف المزيد عن تقنية Latent Semantic Indexing. يمكن في اواخر 2005 وبداية 2006 بدأ جوجل يطبق معادلة Latent Semantic Indexing في اللوغاريتم جوجل الجديدة عشان يحاول يلاقي حل لمشكلة البوليسيمي والسينينومي، وفي نفس الوقت يخلي نتائج البحث بتاعته اكتر دقة. يمكن الكلمات اللي لها نفس المعنى او الكلمات اللي لها عدة الكلمات اللي لها نفس المعنى او الكلمات الكلمة اللي لها عدة معاني، يمكن النقطة دي بتظهر لنا اكتر لما نيجي نبحث في جوجل بتلاقي في اخر الصفحة كلمات بيبدأ يديك suggestions او اقتراحات لكلمات تانية في نفس التخصص بتاع المجال اللي انت بتبحث عنه. نبدأ مثلا نشوف مثال. انا دلوقتي لما اجي ابحث في جوجل عن كلمة زي كلمة weight loss بلاقي جوجل اداني تحت في اخر الصفحة كلمات لها علاقة بكلمة weight loss، اقتراحات جوجل بدأ يدهالي لكلمات تانية في ناس قبلية بحثوا عن الكلمات دي على اعتبار ان انا داخل المجال دوت
ومعرفش كلمات البحث بتاعته ايه، فببدأ اكتب الكلمة الرئيسية بتاعة المجال، وجوجل بيبدأ يديني اقتراحات عن الكلمات دي. يمكن التقنية دي اتطبقت في جوجل من حوالي 2.5 سنين، واخيرا بدأ جوجل يطبق السجشن او الاقتراحات من خلال صندوق البحث بتاعه زي ما حضرتك شايف كده. تمام، اذا تطبيق الليتنت سيمانتيك اندكسنج بيفيد الباحث في جوجل، ويبدا يطلع نتائج دقيقه اكتر لنتائج البحث بتاعه جوجل. لان الباحث احنا قلنا لو انت مثلا بتبحث في جوجل عن كلمات انت ما سمعتش عنها قبل كده، او كلمه البحث الرئيسيه بتاعه المجال، بيبدا جوجل يديك احصائيات اكتر لكلمات مشابهه للكلمه الرئيسيه اللي انت بتبحث عنها. فبتبدا تلاقي لو ما لقيتش الحاجه اللي انت بتدور عليها في الكلمه بتاعتك هتلاقيها في كلمات تانية، فبتبدا تخش من كلمه لكلمه لكلمه لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت بتدور عليها في المجال او الكلمه البحث اللي انت بتبحث عليها دي. ودي كانت فايده الليتنت سيمانتيك اندكسنج بالنسبه للباحث في جوجل، او بالنسبه لك لو انت باحث في جوجل. طيب لو انت دلوقتي صاحب موقع على الانترنت، ازاي تستفيد من تقنيه الليتنت سيمانتيك اندكسنج وازاي تطبقها في موقعك؟ بكل بساطه لازم تتكلم عن جميع الكلمات الموجوده في المجال، سواء كانت كلمات مشابهه او كلمات لها نفس المعنى اللي هي السينونيمي. ليه؟ ده ليه فايدتين. اول فايدة انك لما تتكلم عن جميع الكلمات زي ما قلنا في المقدمة اختيار مجال موقعك، هتبدأ تاخد الاثوريتي او المصداقية عند جوجل في كلمة البحث الرئيسية بتاعة المجال بتاعك. احنا يمكن قلنا الكلام ده في المقدمة لما جينا قلنا تختار مجال موقعك كمايكرو نيتش، وقلنا برضو انك لما تختار مجال موقعك مايكرو نيتش بتقدر تلم جميع الكلمات اللي موجودة في المجال بتاعك، على عكس لو انت اخترت مجال كبير او ماكرو نيتش. ودي اول فايدة بتستفادها من latent semantic indexing. تاني فايدة بتستفادها انك بتقدر تلم مجموعة زوار من كلمات بحث مختلفة ليها نفس المعنى. يعني مثلا انك دلوقتي لو انت كلمة البحث الرئيسية بتاعتك مثلا weight loss، لو جالك مثلا زوار من كلمة fat loss او obesity، انت برضو استفدت زوار من كلمات بحث لها مختلفة، لكن نفس نوعية الزوار في الاوبيسيتي هما نفسهم نوعية الزوار في الويت لوس هما نفسهم نوعية الزوار في الفات لوس. ده مثلا مثال. طيب ازاي دلوقتي اعرف الكلمات المشابهة او السينونومي، او الكلمات اللي لازم اتكلم عنها وانا بتكلم عن كلمة البحث الرئيسية بتاعة المجال بتاعي؟ او هتعرف الكلمات السينونومي باربع طرق. اول طريقة انك بتروح على جوجل وبتحط حاجة اسمها تلدا قبل كلمة البحث بتاعتك. ايه تلدا ديت؟ هي العلامة اللي هي شيفت ذا، الحرف اللي هو جنب رقم واحد وفوق شيفت على شمال الكيبورد بتاعتك. تبدأ تحط التلدا دي وتبدأ تبحث عن الكلمات المشابهة لكلمة البحث بتاعتك، جوجل هيبدأ يعلن لك عليها. طبعا نتائج البحث اتغيرت زي ما حضرتك شايف، جوجل بدأ يعلن لي كلمة دايت، دي كلمة برضو مرتبطة بالويت لوس، هنا برضو كلمة دايت. طبعا من خلال المعادلة الحسابية بتاعة الليتنت سيمانتيك اندكسنج، جوجل بيبدأ يرتب الكلمات حسب القوة او الرقم اللي الكلمات دي واخدها، زي ما هنشوف ان شاء الله كمان شوية. هنا مثلا علمنا على كلمة فات لوس، تمام، ببدأ اشوف الصفحات واقلب، وهتلاقي جوجل بيعلملك على الكلمات المشابهة بتاعة كلمة البحث الرئيسية اللي انت تدور عليها. هنا برضو فات لوس، فات دي الكلمات اللي لازم اتكلم عنها او الكلمات اللي من نوعية سينونومي. نجرب مثلا مثال تاني، دراجز مخدرات. لو انا مثلا هعمل موقع عن الدراجز او المخدرات، هلاقي جوجل هنا معلم لي على الكوكايين، الهيروين. اذا ما ينفعش دلوقتي اعمل موقع اتكلم فيه عن المخدرات، او ما ينفعش ما اتكلمش فيه عن الكوكايين او الهيروين مثلا. يعني فارماسي دراجز، دراج ستور. ابدا اشوف الصفحات اللي بعد كده، كوكايين، ماريجوانا، دراجز اند ميديكيشن، فارماسي، ماريجوانا، فارماسي. طبعا جوجل مرتب الكلمات حسب الليتنت سيمانتيك اندكسنج حسب المعادله بتاعتها. هيروين، تمام. نشوف مثلا مثال كمان، لو انا مثلا هعمل موقع عن الاكني، احط تلدا قبل الكلمه الرئيسيه وابدا اشوف، هلاقي جوجل هنا علمني على كلمه حاجه اسمها زيتس، دي اول مره اعرفها بالرغم ان انا ده مجالي كصيدلي، لكن اول مره اسمع عن كلمه زيتس. فده برضو طلع لي افكار جديده لكلمه البحث بتاعتي،
عرفت ان كلمة زي كلمة زيتس ديت لها علاقة بكلمة بكلمة اكني، فابدأ اتكلم عنها. طبعا تحت لقيت كلمات تانية مختلفة برضو لها علاقة بكلمة اكني. لو انا مثلا هعمل موقع الاكني لازم اتكلم عن الكلمات دي، سيست علمني على سيست، علمني على كلمة اكني، بيمبلز تمام، زيست ابدأ اشوف برضو لحد ما اطلع الكلمات اللي لازم اتكلم عنها في المجال بتاعي، وبتعرفها من جوجل سجشن او بتعرفها من خلال السيرش تحت اللي هي سيرش ريليتد تو اكني. مثلا اخر مثال، لو انا هتكلم عن البوكس، عن موقع عن البوكس او الكتب، هتكلم لازم اتكلم عن تكست بوك، الليتريتشر، الفيكشنز، بابلشر. دي الكلمات لازم تبقى موجودة عشان جوجل يبدأ يصدق اللي انت موقعك عن البوكس او الكتب. هيعرف ازاي لازم تتكلم عن الكلمات دي، بوك ستور، تكست بوك، بابلشنج، ليتريتشر، بابلشر، بوك ستور. ودي كانت اول طريقة بتعرف بيها الكلمات المشابهة او اللي لازم تتكلم عنها في المجال بتاعك. تاني طريقة انك بتروح على حاجة اسمها جوجل سيتس بنفس الدومين دوت labs.google.com/sets، تبدأ تشوف تحط الكلمة بتاعتك ويبدأ جوجل يجيب لك الكلمات المشابهة. بيديك مثلا لحد 4 أو 5 خيارات بتكتب فيهم الكلمة بتاعتك. يعني دلوقتي لو هتكلم عن موقع عن الفارماسي او عن الميديسن، ببدأ اقول له وريني الكلمات المشابهة او الكلمات اللي لازم جوجل يشوفها عشان يصدق ان انت بتتكلم عن الفارماسي او الميديسن. جاب لي مثلا كلمة زي نيرسينج، دينستري، لو، فيزيكال ثيرابي، ساينس. دي افكار لكلمات لازم جوجل يشوفها عشان يصدق انت بتتكلم عن المجال ده. ودي كانت تاني طريقة. تالت طريقة ان بروح لموقع جامعة برينستون باللينك اللي حضرتك شايفه دوت، ببدأ احمل برنامج اسمه وورد نت، برنامج مجاني بيشتغل على برنامج على ويندوز اكس بي فقط. تبدأ تنزل البرنامج دوت، تبدأ تبحث عليه ويجيب لك الكلمات بال حسب قوة الكلمة ديت بالمرتبة بالارقام، لان طبعا زي احنا قلنا الليتن سيمنتيك اندكسنج دي معادلة رياضية، فبيبدأ تترتب الارقام حسب قوة الكلمة من خلال ارقام هي بيحطوها اصحاب اللغة الانجليزية للكلمة دي. فالبرنامج ده ميزته اللي هو بيجيب لك الكلمات مرتبة حسب الارقام او حسب قوة الكلمة دي. اذا حبيت تنزل البرنامج، البرنامج نسخة مجانية بيشتغل على ويندوز اكس بي فقط. تبدأ تنزل البرنامج وتبدأ تكتب الكلمة بتاعتك وهو يبدأ يجيب لك الافكار للكلمات دي. يعني مثلا انا دلوقتي لو كلمة البحث بتاعتي الرئيسية فارماسي، اذا لازم يكون موجود في الموقع بتاعي اللي بيتكلم عن فارماسي لازم يكون فيه كلمات عن الفارماسيوتكس، عن الميديسن، عن الميديكال سبيشاليستي، عن الدراج ستور. دي برضو كلمة زي مشابهة لكلمة فارماسي تمام، عن كيمست، فارماسي. دي كلمات مشابهة. تبدأ تبحث في البرنامج وورد نت عن الكلمات المشابهة. ولو ما حبيتش تنزل البرنامج ممكن تختار اونلاين، تشغل برنامج اونلاين من خلال اللينك ده، وبتبدأ تكتب الكلمة اللي انت عاوزها وبتختار الاوبشنز بتاعتك. عاوز يوريك الكلمات دي حسب الفريكوانسي كاونت بتاعتها تمام، وبتبدأ تختار الكلمات. يعني مثلا كلمة زي كلمة فارماسي جاب لي هنا فارماسيوتكس. ابدا ادخل مثلا على كلمه فارماسيوتكس مثلا، لو انا حبيت ابدا يدخلني من يطلعني من كلمه داخل كلمه داخل كلمه لحد ما ابدا اجمع كتله كلمات لازم اتكلم عنها في الموقع الرئيسي بتاعي. ما ينفعش انشا موقع من غير ما اتكلم عن الكلمات دي، والا جوجل مش هيصدق ان انا بتكلم عن الكلمه الرئيسيه اللي هي مثلا فارماسي تمام. رابع طريقه انك بتروح على موقع ديجيتال بوينت على الستاند بوكس بتاعت ادسنس بتاعته، الاداه بتاعت ديجيتال بوينت اللي هي جوجل ادسنس ساند بوكس. بتبدا تكتب الكلمه بتاعتك الرئيسيه ويبدا يوريك اعلانات جوجل ادسنس اللي بتظهر في الكلمه دي، وبتبدا من خلال الاعلانات اللي بتظهر دي بتبدا تشوف الكلمات اللي موجوده في الاعلان. هتبدا تديك افكار جديده لكلمات برضو بتتكلم عن نفس التخصص بتاعك تمام. يمكن انا بس عندي هنا البرنامج الانتي فايروس ما بيظهرش اعلانات جوجل ادسنس، لكن عند حضرتك تقدر تستخدم الاداه دي تبدا تفكر تبدا تشوف الاعلانات ادسن اللي تظهر وتشوف الكلمات اللي موجوده في الاعلانات عامله ازاي، وبتبدا تطلع افكار جديده منها.
ودول كانت الاربع طرق. انك اول طريقه بتكتب حاجه اسمها تلدة قبل كلمه البحث بتاعتك وبتبدا تشوف جوجل معلم لك على ايه. تاني طريقه انك بتروح على جوجل سيتس وبتبدا تشوف الكلمات. تالت طريقه انك بتنزل برنامج وورد نت من على موقع جامعه برينستون. رابع طريقه انك بتستخدم اداه جوجل ادسنس ساند بوكس بتاعت موقع ديجيتال بوينت. اذا دلوقتي عشان تحقق معادله الليتنت سيمانتيك اندكسنج لازم تغطي جميع الكلمات المشابهه لكلمه البحث بتاعتك في موقعك. ما ينفعش تنشئ موقعك من غير ما تتكلم عن الكلمات دي، من غير ما تغطي اكتر الكلمات، عشان تبدا تاخد الاثوره او المصداقيه عند جوجل بالنسبه لكلمه البحث الرئيسيه، وفي نفس الوقت تقدر تلم اكبر عدد نوعيه من الزوار نوعيات الزوار من كلمات بحث مشابهه لكلمه البحث بتاعتك. تمام، ويبدا جوجل يديك رانك كويس في كلمه البحث الرئيسيه بتاعتك. اذا دلوقتي نرجع لموضوعنا الرئيسي. ما عادش ينفع ان نعمل موقع منوعات، ما عادش ينفع نتكلم شويه عن الويت لوس وشويه عن البيزنس وشويه عن الفوتبول وشويه عن الجيمز، ما عادش ينفع الكلام ده دلوقتي. ليه؟ لان دلوقتي جوجل لما يدخل موقعك هيبدا يشوف انك شوف كلمات مختلفه كتير في موقعك، فهو جوجل مش هيعرف يديك رانك في كلمه ايه ولا ايه. فاذا النهارده عشان تبدا تاخد رانك كويس في موقعك لازم تخصص موقعك وتتكلم عن كلمات بحث مرتبطه ببعض من نوعيه ليتنت سيمانتيك اندكسنج. طيب دلوقتي بتعرف انت الرانك بتاعك في جوجل عامل ايه بالنسبه للكلمات دي، بتعمل ايه؟ بتروح على جوجل ويب ماستر تولز، بتبدا تشوف زي ما نشرح ان شاء الله بعدين، بتبدا تشوف الكلمات بتاعتك. يمكن دي اداه جديده نازله في جوجل ويب ماستر تولز هي الكي وورد سيجنيفيكانس. بتبدا تشوف الكلمات بتاعتك اللي واخده كي وورد سيجنيفيكانس عالي في موقعك من خلال جوجل ويب ماستر تولز، وبتبدا تحكم هل الكلمات ديت ليها ليتنت سيمانتيك اندكسنج كويس ولا لا. ازاي يعني؟ دلوقتي جوجل قال لي ان اكتر كلمه عندي في الموقع دوت واخده رانك كويس هي كلمه بيزنس، او كيورد سيجنيفيكانس عاليه كلمه بيزنس يليها كلمه امبلويمنت. اذا كده دول كلمتين متناسقين من نفس الليتنت سيمانتيك اندكسنج. مثلا كلمه باي برضو تقريبا من نفس النوع. كلمه مثلا دامج، لا هنا كلمه دامج دي بقى مش جايه مش تابعه للليتنت سيمانتيك اندكس، بدا تغير المسار بتاعي. كلمه لوير يمكن قريبه شويه. كلمه تولز لا ما ينفعش كلمة زي دي تبقى موجودة في تخصص زي البيزنس. كلمة جوب ممكن، كلمة اوبتين، كلمة باز، كلمة ديل، ديج، فيسبوك، اي سي اي او. اذا كده واضح من المنظر اللي حضرتك شايفه ده ان الكلمات ما هياش موافقة للليتنت سيمانتيك اندكسنج، وهنشرحها ان شاء الله في اداة جوجل ويب ماستر تولز. فاذا اللي انا عاوز اقوله لك دلوقتي انك لما تيجي تنشئ موقعك على الانترنت لازم توافق كلمات بحث موقعك بحيث انها توافق مجال توافق معادله الليتنت سيمانتيك. طيب ده كان بالنسبه للكلمات البحث الرئيسيه بتاعت موقعك. بالنسبه لكلمات البحث الرئيسيه بتاعت المقالات نفس الكلام بالظبط. لما تيجي تكتب مقال لازم تخلي من المقال بتاعك لازم يكون يحتوي على كلمات تدل على الكلمه البحث الرئيسيه بتاعت المقال اللي انت عاوز تكتبه. تمام، يعني مثلا لو هتتكلم عن مثلا عن مقال عن الويب ديزاين بيزكس يبقى لازم تتكلم عن ال HTML وال CSS تمام كجزئيه او او كفروع من الويب ديزاين بيزكس، عشان تبدا تخلي جوجل يبدا يديك رانك بالنسبه لكلمه ويب ديزاين بيزكس لازم تتكلم عن ال HTML وال CSS. لو مثلا هتكلم عن مقال مثلا في مقال عن السيو يبقى لازم اتكلم اكتب الكلمات اللي تدل على مجال السيو زي مثلا الباك لينكس، زي اليونيك ارتكلز، زي مثلا زي جوجل، زي بينج، زي ياهو. الكلمات دي احطها في المقال بتاعي لو انا هتكلم عن السيو. حتى في التعليقات بتاعتك او الكومنت اللي موجود عندك في المدونه بتاعتك خلي التعليقات برضو موافقه لمعادله الليتنت سيمانتيك اندكس. ما تحاولش تقبل اي كلمات او اي تعليقات بتخرج عن الكلمات البحث الرئيسيه بتاعت المقال بتاعك، ويمكن ده بيسبب لنا مشكله كبيره حتى في اللغه العربيه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف اللغه العربيه اغلبها منتديات، اغلب المواقع عندنا منتديات، فبتلاقي مثلا واحد كاتب موضوع في منتدى او مقال بيبدا كل التعليقات اللي عليه تبقى مشكور يعطيك العافيه، لكن في اللغه العربيه تعودنا على كده خلاص. وفي اللغه العربيه نفس الكلام برضو، لو عاوز تعرف الكلمات اللي هي موافقه للليتنت سيمانتيك اندكسنج بتبدا تكتب الكلمه مع تلدا. يعني مثلا لو مثلا هعمل موقع عن السكريبتات او مقال عن السكريبتات، هلاقي جوجل مثلا معلمني عن كلمة سكريبتس بالانجليزي وسكريبتات تمام، وهنا برضو مديني برضو كلمات بالانجليزي برضو وبالعربي عن كلمات لها علاقة بكلمة سكريبت. لو مثلا هكتب مقال او موقع عن فوتوشوب
هلاقي مثلا بيقول لي الفوتوشوب بالالف واللام، هلاقي مثلا بيقول لي فوتوشوب بالانجليزي، هلاقي جايب لي كلمات كلمة اود ادوب فوتوشوب بالانجليزي. اذا دي برضو كلمات لازم اكتبها وانا بكتب مقال او موقع عن الفوتوشوب. يمكن في اللغة العربية جوجل بيعمل 3 حاجات، انه يضيف الف ولام على الكلمة، او انه بيجيب لك جمع الكلمة، او انه بيجيب لك الترجمة الانجليزي للكلمة. دي الـ3 حاجات اللي جوجل بيقدر يعملها مع اللغة العربية، ما بيقدرش يعمل اكتر من كده بالنسبة للـ Latent Semantic Indexing. انا كده خلصت الفيديو، ان شاء الله نكمل في المنتدى ونناقش مع بعض اكتر بالنسبة للموضوع دوت، لان الموضوع مهم جدا ويمكن صعب شوية في اوله، لكن ان شاء الله مع الوقت ومع التجارب مع كثرة التجربة هتبدأ تفهم الموضوع كويس جدا، وهنناقش ان شاء الله، واي مشكلة هنبدأ نناقشها في المنتدى مع بعض بإذن الله. الفيديو دوت الفيديو اللي فات مقدمتين مهمين جدا لطرق اختيار كلمات بحث موقعك، بعد كده هنعرف الادوات اللي اختار بها كلمات بحث موقعك، وهيبقى الامر سهل بالنسبة لك، هيبقى الامر سهل عليك لو فهمت الفيديو دوت والفيديو اللي فات. نكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.